على سبيل المثال درست الإعلام، اشتغلت في التلفزيون المصري على مدار من 91 وحتى 2009. كنت بشتغل ازاي؟ بشتغل بقواعد مكتوبة في الكتب التي درست في كليات الإعلام، وثابتين على النظريات دي. عملنا ايه؟ ما عملناش حاجة. كنت بعمل برنامج اسمه احزاب وبرلمان، وبعمل برنامج امان يا مصر، وبعمل برنامج صباح الخير يا مصر، كل ده اشتغلت فيه، وتحديات المستقبل الى اخره من البرامج. كنت بشتغل وفقا للقواعد العلمية التي يعمل عليها التلفزيون المصري. قاعد ضارب البدلة زي دي كده ومتنشي وجايب 2 ضيوف وعمال اسأل هل هناك ما يثير الشك حول المشكوك فيه، والمشكوك فيه يشكك في الشاكك، والشاكك يأتي بالمشكوك. ترى حضرتك أن الذي كان أصبح مكان فكان كونا من الأكوان، والضيوف بقى يرد، ضيوف بقى ترد، نشوف قواعد ثابتة. الكاميرات دي لما تقطع بتقطع بقواعد، زي ما الكتاب قال